بسم الله الرحمن الرحيم. دولة رئيس الوزراء المحترم، سيادة رئيس مجلس النواب المحترم، سيادة رئيس مجلس القضاء المحترم، السيدات والسادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتقدم بجزيل الشكر ووافر العرفان لسماحة السيد عمار الحكيم على دعوته الكريمة لحضور هذا المحفل، وأشيد بهذا الإصرار على تنظيم هذا الاجتماع سنوياً والتأكيد على هذا الموضوع المهم. فشكراً لسماحة السيد وشكراً للعاملين على تنظيم هذا المؤتمر. نجتمع اليوم للاحتفاء بالمرأة العراقية ونضالها الطويل في سبيل نيل حقوقها المشروعة، ومرة أخرى نحيي جهود القائمين على هذا المؤتمر، وهو تذكير مهم بالاستحقاقات التي تنتظر الدولة والمجتمع على حد سواء فيما يخص المرأة، الأم والأخت والزوجة والابنة اللاتي يتقاسمن مع الرجل شتى التحديات والمحن. فإن تعزيز الجهود المناهضة للعنف ضد المرأة وتمكينها في مجتمعنا وبلدنا هو بلا شك مهمة وطنية تستحق الدعم لتحقيقها. السلطات الرسمية وفعاليات سياسية واجتماعية مع ضرورة التأكيد على مواصلة التشريعات اللازمة لتمكين المرأة في كفاحها لنيل حقوقها المشروعة وكل ما من شأنه دعم واقعها والارتقاء به، ومواجهة الانتهاكات التي تسيء لكرامة المرأة وهي ممارسات ترفضها الشرائع السماوية. وبالرغم من تقدم في مجالات مختلفة في هذا السياق، لكن الكثير من النساء في بلدنا ما زلنا ضحية العنف وعدم المساواة بأشكاله المختلفة، حيث يتجاوز العنف الذي تلقاه حدود العنف الأسري إلى عنف مجتمعي، بل أنهن عانين جزءاً كبيراً من العنف والاضطهاد جراء ما شهدته البلاد على يد الجماعات الإرهابية الظلامية. ونستذكر هنا المظلومية التاريخية التي طالت بناتنا وإخواتنا الإيزيديات والتركمانيات ومن باقي المكونات الأخرى من جراء جرائم داعش. هناك ظاهرة أخرى يجب التوقف عندها، ألا وهو ظاهرة الاتجار في البشر. وفي هذا السياق أريد أن أؤكد على ضرورة دعم الأجهزة الحكومية التي تقوم بجهد مهم في مواجهة هذه الظاهرة الإجرامية الخطيرة، وبالذات وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية والذين يقومون بجهد مشكور في هذا المجال. لكن يقينا هذه الوحدة وغيرها من الأجهزة الحكومية ستكون بحاجة إلى دعم أكبر لمكافحة هذه الظاهرة الإجرامية التي تهدد بناتنا وإخواتنا وتهدد قيم مجتمعنا وتمثل انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان في بلدنا. لقد حافظت المرأة العراقية على الأسرة وفي ظروف بالغة التعقيد، وكان عليها وسط اشتداد الظروف والمصاعب أدامة الحياة وإدارة شؤون العائلة، بل وأسهمت بشجاعة في مقاومة الإرهاب وشاركت الرجل في مناهضة الإرهاب، واستشهد منهن الكثيرات جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل، وقدمنا أمثلة في التضحيات والبطولة يفتخر بها كل العراقيين. فأن تعزيز دور المرأة في بلادنا وتدليل العقبات التي تعرقل تحسين ظروف حياتها ومنحها
مكانة قيادية لائقة في المفاصل السياسية والاقتصادية والإدارية هو حاجة أساسية لترسيخ الحكم الرشيد والتنمية المستدامة في إطار دولة مدنية تضمن حقوق وكرامة الجميع. فلا تنمية للمجتمع من دون أن يكون نصف المجتمع ضامناً لحقوقه وإرادته في من سبيل بناء الوطن. سيداتي سادتي، إن تلبية الاستحقاقات التي تنتظر بلدنا اجتماعياً واقتصادياً يرتبط بشكل وثيق بتوفير البيئة السياسية المساندة لذلك. ويمر بلدنا اليوم بظرف دقيق وحساس وتحديات جسيمة، حيث أن التعثر السياسي الراهن وحالة الانسداد في التفاهم على إنجاز الاستحقاقات الوطنية والدستورية بعد مضي 10 أشهر على إجراء الانتخابات هو أمر مقلق وغير مقبول، ويمثل عائقاً لا ينبغي التهوين من ضرره على مسار بلدنا وما يأمله شعبنا من تطلعات في المجالات والمستويات المختلفة. إن حماية شعبنا وبلدنا يتطلب منا رص الصف الوطني والتكاتف والانتصار لخيار الحوار مهما بلغت درجة الأزمة والخلاف، عوضاً عن التصعيد والتصادم والتناحر لا سمح الله، حيث أن الجميع سيكون خاسراً فيه. لقد اختبر شعبنا الفواجع والمحن على مدى عقود من الزمن، ولن يسمح العراقيون بالعنف حلاً لمشاكلهم، بل سيؤكد كل مخلص وغيور على هذا البلد على المسار السلمي الديمقراطي الدستوري وتحت السقف الوطني والدستور، كما لن يتنازل العراقيون عن حقهم في دولة مقتدرة وحكم رشيد يمثل مصلحة المواطنين وعلى أساس مشروعهم الوطني. لا بد من القرار بضرورة الإصلاح ومعالجة مكامن الخلل القائمة وصولاً إلى حلول جذرية تمكن العراقيين في بناء دولة حقيقية حامية وخادمة لمصالحهم، وتتمتع مؤسساتها بالقوة والقدرة على تجاوز الأزمات ومواجهة التحديات. إن الحراك السياسي وتعدد مساراته يجب أن لا يتحول إلى خلاف يهدد سلامة المشروع الوطني في بناء الدولة واستكمال مؤسساتها، وعلى كل الوطنيين طوي الخلافات والأخذ بالاعتبار التحديات المحدقة بالوطن، وعلى العمل على إعادة الأمل لشبابنا الناهض واستعادة ثقة الشعب باعتباره مصدر شرعية الحكم. أمامنا الكثير مما يجب الشروع فيه، وفي المقدمة مكافحة الفساد وإرساء العدالة وتكافؤ الفرص وإصلاح المؤسسات السياسية والاقتصادية، وذلك من أجل تحصين بلدنا وشعبنا من هذه المخاطر الماثلة حولنا في العالم من الإرهاب والفساد والتقلبات الاقتصادية الحادة. هذه مسؤوليات تفرض علينا جميعاً حسن التفاهم والركون إلى مبدأ التنازلات لصالح ما هو وطني جامع، لصالح مشروع إصلاح حقيقي نتجاوز فيه الخلل الكامن في المنظومة الحاكمة، متوجهين إلى ما يتطلع إليه العراقيون من حكم رشيد وعادل. تنازلات لا خاسر فيها ما دامت نتائجها تصب في صالح التفاهم الوطني والإصلاح، فشعبنا وبلدنا يستحق الكثير.
في الختام أكرر شكري وتقديري لهذا الجهد والمساعي الكريمة في العمل لضمان حقوق المرأة ورفعتها في المجتمع، متمنياً التوفيق والسداد لأعمال هذا الاجتماع وتحقيق أهدافه النبيلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.